بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا عليم. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلوذ إلى حولك وقوتك. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع برنامجكم منابر، واليوم سندخل في أمور لها علاقة بالفقه، ولها علاقة باختيار الرأي الفقهي، ولها علاقة بالاختلاف، ولها علاقة كذلك بالتصلب والتشدد لبعض الآراء الفقهية وآلية اختيار المذهب وأيهما أفضل من الآخر. ويسرني ويسعدني أن يكون معي في هذا اللقاء فضيلة الشيخ أحمد بن جبر الدوسري. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك. حياك الله دكتور. موضوع يعني شوي شائك، وأتمنى من إخواننا المشاهدين والمستمعين أن يعني يركزون أكثر وأكثر. الموضوع موضوع فقهي، ما هو موضوع مشاعر وعاطفة، وأظن الفقه بعيد عن العاطفة يا شيخ. أكيد أكيد، الفقه مبني على أدلة، مبني على أدلة من النص والعقل والواقع، مبني ومتزن ومبني على أسس. نعم، بعيد عن العاطفة. بداية نعرف ما هو الفقه لغة واصطلاحا. طيب، الحمد لله قاسم المعتدين وناصر المستضعفين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الفقه في اللغة هو الفهم، وهذا جاء في النصوص الشرعية، منها قوله تعالى في سورة التوبة عن المؤمنين: ليتفقهوا في الدين، أي ليتعلموا الدين. كذلك جاء في الحديث المتفق عليه من حديث معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في هذا الحديث، روي عن أكثر من أحد من الصحابة، قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه الدين كله. الله. ليس ليدرس الفقه كما يظن بعض الناس، أي ليفقهه ليتعلم علم الفقه، لأن هذا المصطلح وهذا العلم جاء لاحقا. فإذا هذا من ناحية اصطلاحية، أن الفقه هو العلم عموما. وأما اصطلاحا فهناك مصطلحات أو تعريفات متعددة، مجملها يعود إلى أن دراسة علم الفقه تعتني بعلم خاص يبين الأحكام المتعلقة بالإنسان في نفسه كفرد، وبالبيئة عموما وما فيها من حقوق، حقوق الإنسان تجاه البيئة، تجاه الحيوان، تجاه الأمور التي يعيش فيها في نفسه من أمور صحية، مثل مسائل متعلقة بالصحة إلى غير ذلك. كذلك حقوق الإنسان تجاه غيره من الإنسان، من التعريفات المشهورة في كتب الفقه دراسة الأحكام الشرعية التفصيلية المستمدة من الأدلة الشرعية. هذا يعني تعريف مشهور. هناك تعريفات معاصرة ربما تكون أوسع من هذا. نعم. طيب، يعني تفضلتم بأنها أدلة ودراسة وتحتاج إلى فهم واستيعاب وهضم المعلومة. فضل تعلم هذا العلم شيخ، يعني هو الدافع لهذا العلم؟ هو الفضائل عديدة لدراسة أي علم شرعي، ولكن علم الفقه فيه ميزة كبيرة في تعلمه بعد علم العقيدة، لأن الدين كله يقوم على أساس عقدي كأصل ثم أعمال، لأن الإيمان بالإجماع هو اعتقاد وقول وعمل. فالاعتقاد الأصل، إذا بطل الاعتقاد نسأل الله العافية بطل العمل فيما بعده. والحمد لله يعني سبق أن اجتمعنا في لقاء سابق تكلمنا عن أسس الاعتقاد وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فنحن الآن نتكلم عن الفقه. الميزة الكبيرة التي فيه بعد العقيدة أن الإنسان في حياته اليومية يعيش بين أقوال وأعمال وأفعال وترك. فالأعمال في تشمل القول والفعل والترك. طيب، هذه التروك، الأفعال، الأقوال، ما فيها شيء يخرج عن مظلة الشرع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ديننا ولله الحمد شامل. كل هذه الأشياء التي يفعلها الإنسان، يقولها، يتركها، لا بد لها من حكم شرعي. طيب، هل يسوغ أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا يفكر ويجتهد في أمور من مثلا من سفر أو عمل أو وظيفة أو غير ذلك، وينسى
أصل وجوده في هذه الدنيا بمعنى حقوق الله سبحانه وتعالى عليه فيما حل وحرم عليه، وأيضا الله سبحانه وتعالى لا يحلل ولا يحرم شيئا إلا في مصلحة العبد، لأن الله غني عن العالمين. فإذا فضائل تعلم الفقه بعد الفضيلة الكبرى أن وهي الامتثال لأمر الله والأجر، هذه فضائل عامة لكل العبادات وكل العلوم. يبدأ الإنسان إذا تعلم الفقه وسلك أحكام الله سبحانه وتعالى في حياته يسلك الصراط المستقيم. نحن كل يوم ندعو اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم بالمعنى العام الإسلام، لكن بالمعنى التفصيلي في كل شيء هناك صراط مستقيم، هناك طريقة صحيحة وفق هدي الله سبحانه وتعالى. في على سبيل المثال، كيف تربي أبنائك؟ هناك صراط مستقيم. كيف تتاجر؟ هناك صراط مستقيم. كيف تتعامل مع زوجتك؟ هناك صراط مستقيم، وهكذا. إذن هذه من الفضائل أن الإنسان يسلك الصراط المستقيم، يهتدي، يسعد في حياته ويفلح في آخرته. الله أكبر. حكم تعلم الفقه، حكم تعلم الفقه كباقي العلوم الشرعية، كل مسلم يحتاج ويجب عليه عينا بمعنى في ذاته كفرد، خصوصا إذا بلغ، أن يتعلم الأحكام الأساسية في دين الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك كل أحد بحسب ميوله وما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. نحتاج في كل زمن، يجب أن يكون هناك من يتخصص ويتعمق في الأحكام في دراسة علوم الشريعة، وفي كل زمن نحتاج من يتخصص في العلوم الأخرى، لأن الدولة المسلمة مبنية على علماء في الشرع وعلماء في كل المجالات. نعم. لأن كل شيء في الدولة المسلمة مبني على أحكام شرع الله، فهذا ينفع هذا وهذا ينفع هذا. نحن الآن في هذه الحلقة المباركة بإذن الله نحن نتناقش، نتحدث، عندنا من يعني يصور، عندنا من يسجل، كل نعم. له اختصاصه، كل بما فتح الله سبحانه وتعالى الآخر أيضا. نعم، هذا يعني مثل ما قال الله سبحانه وتعالى يعني ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، كلنا مسخرون لبعض. فإذا من ناحية الأحكام الأساسية يجب عينا على كل مسلم، وهذا يجب أن نستحضره، لأن اليوم نجد أن يعني كثيرا من الناس الحمد لله ربما يراعون أن يسجلوا أبنائهم في مثلا التحفيظ، تحفيظ القرآن، تدريس أساسيات الشرع، لكن هناك أيضا أناس ربما لا يستحضر أصلا أنه يجب عليه كولي أمر، كأب أو كأم، لا تستحضر أنه يجب عليها أن تعلم أبنائها ما وجب عليهم من الدين، لأنها ولأنه كأب وأم، لأنهما إذا فرطوا في هذا ما فائدة ما علموهم ورعوهم من مال وطعام إذا خسروا دنياهم قبل آخرتهم. الدنيا تصلح ويسعد بها الإنسان وفق شرع الله، لأنه هو الذي خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا الحكم واجب عينا على من بلغ، ولكن واجب كفائيا، بمعنى يجب أن يكون عندنا علماء في كل زمن ليكفوا الأمة، لأن العلماء بطبعهم حالتهم خاصة، يتفرغون للعلم، يتصدون للنوازل ويدخلون في التفاصيل، يتعمقون في العلوم، لكن على الأقل من ناحية أساسية يجب عينا على كل مسلم. نعم. لو تحدثنا عن أقسام علم الفقه، أقسام علم الفقه نعني مقصود بها كيف يقسم علم الفقه، ما الأقسام الفرعية التي فيه. كل قسم عام، مثلا الطب، هناك مثلا قسم الباطنية، قسم الجراحة، مثلا جراحة القلب، قسم العظام وكذا. ففي تخصصات فرعية عندنا الآن، تخصص الفقه في أقسام أيضا. هناك من يتخصص في النظام الاقتصادي، وهو هذا باب كبير، والمعتنون به الحمد لله موجودون، وإلى زمننا هذا موجودون، وهو يتكلم عن كل ما يتعلق بعلم الاقتصاد من معاملات. الآن عندنا مثلا في القانون المدني القطري، هذا في الأصل من القانون مكتوب وفق المعاملات، وفق المعاملات الشرعية. نعم. فهذا قانون مدني، كل الوقائع التي تحصل في المعاملات ما بين الناس من شراء وبيع ونحو ذلك، هذا قسم معاملات.
كذلك في النظام الاقتصادي يوجد فقه المصارف، ما يوجد في المصارف، الفوائد التي فيها، هل هناك فرق حقيقي ما بين، أو كيف نبين الفرق الحقيقي ما بين المصرف الإسلامي والمصرف الربوي، المسائل التي تؤثر على النظام الاقتصادي من البطالة والتضخم، فقه العملات، استبدال العملات، وفقه العملات عموما، كيف تكون العملة قوية ضعيفة، واجبنا كمسلمين تجاه هذا الأمر، أمور عديدة في كل ما يتعلق بالاقتصاد. لكن نظام ثاني، نظام آخر من الأقسام التي يتعلمها الإنسان في الفقه، نظام السياسي، لأن يعني الدين شامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ووجدنا من النصوص الشرعية، وجد العلماء من زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعده إلى يومنا هذا التطبيقات الكثيرة التي تبين كيف أن الإسلام يراعي الجانب السياسي ما بين الحاكم والمحكوم، وينظم العلاقات كلها، كيف مثلا عندنا نظام الشورى والأحكام المتعلقة بالبيعة للحاكم، بحقوق الشعب وحقوق الحاكم إلى غير ذلك، نظام سياسي متكامل. وكلمة السياسة أصلا موجودة في حديث متفق عليه، كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياء، تسوسهم سياسة من إدارة الشيء وتنظيم الناس. نعم. نعم. وأيضا يعني كيف كانت تطبيقات الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، أنهم كانوا كلما يعني كانت عندهم الخلافة وإذا فتحوا البلدان ولوا عليها مباشرة واليا حتى يحكم هذا المكان بأمر الله. نعم. لأنه إذا حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى مهما كان، نعم، لن تكون الكلمة العليا للشرع في ذلك المكان. فالأمر السياسي في الشرع ككل أمر وسط بين إفراط وتفريط، إفراط مبالغة، كأن الأمر الأعلى في الدين وفي ديننا وفي دنيانا وآخرتنا الوصول للحكم، لا، هذه ليست هي النظرة الصحيحة الوسطية. وأيضا ليس من الشرع أن يهمل الحكم تماما ويترك للكافر، لأنه ثبت بالنص والواقع أن الكافر إذا استولى على الحكم أفسد البلاد والعباد. فإذا هذا النظام أيضا موجود في الأنظمة الشرعية. كذلك من الأنظمة التي تكون من أقسام الفقه نظام الاجتماعي، تنظيم العلاقات فيما بين الناس، حقوق المسلم على المسلم، زيارة المريض، التزاور في المسلمين فيما بينهم، تنظيم العلاقات بين الرجل والمرأة، يعني لا يجوز للرجل الأجنبي أن يخلو مثلا بامرأة أجنبية، باب الزواج بأكمله، تنظيم شؤون الأحكام الزواج والطلاق، حقوق الأبناء، الأحكام المتعلقة بالإنجاب والمسائل المعاصرة التابعة لها، هل يجوز تحديد النسل، لا يجوز، حكم الزواج في نفسه، فأمور متعددة كلها تدخل في النظام الاجتماعي، منها مصطلح المسؤولية الاجتماعية. الآن مثلا الواقع الحاصل على إخواننا في غزة وفي فلسطين، نسأل الله أن يفك عنهم وأن نكون سببا في إعانتهم جميعا، باب المسؤولية الاجتماعية يدخل تحت النظام الاجتماعي، أن نعين إخواننا، علينا مسؤولية اجتماعية في ضوء الإسلام. فإذا ذكرنا النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، هناك ما يتعلق بالنظام، ما يتعلق بالإنسان والبيئة. الإنسان في ذاته، في صحته، مثلا كل الأحكام المتعلقة بالطب والأشياء الصحية، مثلا الأحكام مثلا العمليات المعاصرة في الأعضاء الصناعية، هل يجوز مثلا التبرع بالأعضاء أم لا، هل مثلا يجوز بعض المسائل التي طرأت علينا وما كانت عندنا، الذي يسمونه القتل الرحيم على سبيل المثال، وهذا عندنا طبعا ما في شيء اسمه قتل رحيم، القتل قتل، انتحار. اي نعم، انتحار. كذلك مسائل متعلقة مثلا بالتدخين، هل هو حرام أو حلال؟ طبعا حرام بالإجماع، تدخل تحت مسائل الصحة في الإنسان، كل ما يتعلق بالإنسان كفرد. كذلك مسائل تكريم الإنسان إذا توفي، من حيث أنه يقبر ويدفن، وحقوق الإنسان وميراثة وكيف يوزع والتقسيمة
هذا طبعا علاقته بالمجتمع. نعم. لكن هنا كله كفرد. نعم. هنا كله كفرد. أحكامه كفرد. البيئة ما فيها من ما ذكرنا الحيوانات وحقوق الحيوانات وما يؤكل وما لا يؤكل كله كفرد. وبعد ذلك أخيرا نذكر وهو أولا فقه أركان الإسلام من صلاة وطهارة ما يتعلق بها من شروط الصلاة طهارة وستر العورة والمواقيت لأن كلها شروط للصلاة استقبال القبلة كيف يعرف يعني كلها فقه الصلاة والزكاة والصيام والحج هذه كصورة يعني من فوق نحلق على آلاف مؤلفة من التشريعات التي لا تنتهي ونكرر قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب نعم من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء الله أكبر يعني ما من شاردة ولا واردة كما ذكر الصحابة رضوان الله عليهم إلا ولنا فيها نص إلا ولنا فيها دليل إلا ولنا فيها أثر نعم سبحان الله وغير يعني من ما ذكرت الدكتور الآن قد يستغرب أن الآن هذه الأنظمة لو أردنا أن نقول ما الذي يمكن أن لا يدخل فيها الجواب لا يوجد لا إله إلا الله لأن الآن من ناحية تنظيم علاقتنا بالله من حيث كعبادة عينية على الشخص من صلاة وصيام وزكاة وحج هذه موجودة من حيث كل الأحكام المتعلقة في البيئة موجودة كل الأحكام المتعلقة بالإنسان كفرد موجودة كل الأحكام المتعلقة بالإنسان مع غيره موجودة في النظام الاجتماعي كل ما يتعلق بالأموال والاقتصاد وغيره اقتصاد داخلي خارجي عالمي موجود في النظام الاقتصادي كل ما يتعلق بالنظام السياسي سواء السياسة الداخلية أو الخارجية وما يتعلق بها من سلام أو حرب من فقه حرب موجودة في النظام السياسي ما بقي شيء كله مشمول في التشريعات الإسلامية الله أكبر تاريخ الفقه شيخ أحمد يعني إنه كيف بدأ مثلا نعم. كيف وليس بحديث يعني ليس بجديد نعم هو الآن قد يأتي يتبادر سؤال طيب كيف نشأت كل هذه التشريعات من دستور شامل كامل بحجم القرآن الكريم الجواب أن هذا من إعجاز القرآن ومن حكمة الله سبحانه وتعالى وهو القائل ما فرطنا في الكتاب من شيء ما معنى هذا النص أنه ما من شيء إلا وله أصل في كتاب الله إما هذا الأصل تفصيلي أو إجمالي بمعنى الآن مثلا أمور حديثة تطرأ تستوجب دفع الفساد لكن كحكم تفصيلي مثلا في نازلة ما ذكرت لكن عندنا النصوص العامة التي تنهى عن الفساد مثلا إن الله لا يحب الفساد نصوص كثيرة تنهى عن الفساد في الأرض تدخل تحت هذا وهذا ليس يعني هذا الأمر ليس بدعا من القول بهذه الطريقة كل الدساتير الآن الحديثة في الدول بهذه الطريقة والقرآن أشمل منها لأن القرآن دستور ليس لدولة معينة دستور للوجود بأكمله الله هذا أكبر. أمر ويبين كيف بدأ الوجود كيف ينتهي يتكلم عن أحكام ليس لأهل دولة معينة للمؤمن والكافر وهذه الدنيا ما منها إلا فيها مؤمن وكافر وبين حقوق يعني الإنسان ومن حوله فالتشريعات كجواب عن سؤالنا بدأت من هذا الدستور العظيم هو القرآن الكريم القرآن الكريم ثم المبين له عليه الصلاة والسلام بينه بالفعل والقول التطبيق. والتطبيق ثم أخذ عنه الصحابة رضي الله عنهم وهكذا استمرت مسألة الاستنباط والتطبيق والتدوين والمسائل لا تنتهي فكل ما دون من مسائل سابقة قد دون وحصل عليه ما يسمونه بالإجماع المتحصل من الخلاف لو كان فيه خلاف وهذا ربما يأتي الكلام عليه أنه أنواع المسائل نعم فإذا استمر التاريخ الفقه بهذه الطريقة إلى يومنا هذا وهو مستمر بحمد الله إلى قيام الساعة ووسائل الفقه بالآلاف المؤلفة لا تنتهي نعم أستأذنك فضيلة الشيخ في فاصل قصير أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم مع برنامجكم منابر ابقوا معنا حيا
حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين مع برنامجكم منابر، ومعي فضيلة الشيخ أحمد بن جبر الدوسري الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك، حياك الله. حديث ماتع ونريد أن نواصل الآن. المذاهب الفقهية الأربعة، نعم، إيش قصتها وليش أربعة؟ في خمسة ستة ولا فقط هي الأربعة المعتمدة؟ نريد الحديث حول هذا الموضوع. المذاهب الفقهية هي مدارس ومنظمة لدراسة الفقه، تعود إلى ما ذكرناه قبل الفاصل من كيف نشأ الفقه وتاريخ الفقه من زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم الصحابة. المذاهب الفقهية الأربعة تعود إلى الصحابة رضي الله عنهم. فعلى سبيل المثال الآن مدرسة أو مذهب الشافعي، نعم، يعود إلى مكة، إلى فقه ابن عباس رضي الله عنهما. مذهب أبي حنيفة يعود إلى العراق، إلى فقه ابن مسعود رضي الله عنه. مذهب الإمام مالك يعود إلى المدينة، إلى فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. مذهب الإمام أحمد رحمه الله سار البلدان، أخذ من هذا وهذا وهذا، كان في العراق وذهب وتنقل. إذن المذاهب هذه تعود إلى فقه الصحابة، فهكذا بدأت ونشأت وعنها أخذت ثم استمرت هكذا وأصبحت مدارس تعلم يعني في الأقطار الإسلامية، واستمرت عليها الفتوى وعمل بها في القضاء، فهي مذاهب لدراسة الفقه وطرق للاستنباط. هذه باختصار الأمور المهمة المتعلقة بالمذاهب، أنها طرق تضبط طريقة الاستنباط من النص الشرعي وتجعل يعني تطبيق الفقه عملا وإفتاء وقضاء وفق ضوابط مفهومة، لا وفق طريقة عشوائية. لا توجد عشوائية في الفقه الشرعي، لابد هناك عندنا أصول علم كامل، علم الأصول، عندنا قواعد، علم القواعد الشرعية، عندنا مقاصد شرعية. كل لابد أن العمل في بالفقه سواء عمل للشخص في ذاته أو كفتوى أو كحكم قضائي هو ليس مجرد جملة مكتوبة كحكم، أنه صدر الحكم كذا كذا أو الفتوى صدرت كذا كذا. فتوى الصحيحة والحكم الصحيح هذا مبني على نصوص جزئية من قال الله قال الرسول، على أدلة كلية، على قواعد شرعية كبرى لابد أن يستقيم معها كلها. فإذا لم يستقم أصبح لاغيا. الله أكبر. يعني لأنه يكون شاذا، خرج عن المنظومة الكاملة التي تكون في هذه المنظومة الشرعية. فإذا هذه هي المذاهب، جاءت لتضبط طريقة الاستنباط والعمل والإفتاء والقضاء. واشتهرت هذه المذاهب أكثر من غيرها بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وإلا كانت هناك مذاهب لعدد من الأئمة العلماء، كمذهب سفيان الثوري، كمذهب ابن جرير الطبري، كلهم من العلماء من أهل الاجتهاد والحفظ والفهم والدراية، غير هذا بعد التقوى لأصحابها وحسن السيرة والسمت لهم. لكن كتب القبول لهذه المدارس لأنها اشتهرت، وكان للأئمة المذكورين قبل قليل طلاب، والطلاب درسوا من بعدهم، ثم كبرت يعني نشأت الدول الإسلامية فعمل بها في الإفتاء والقضاء واستمرت إلى يومنا هذا موجودة. نعم اليوم بعد وجود السيول من المستجدات والمسائل المعاصرة نشأت المجامع الفقهية، فأصبحت في كثير من الأحيان إن لم تكن في كل الأحوال تعتمد تعتبر مرجع. شيخ كيف؟ هل تعتبر مرجع هذه المجامع الفقهية؟ نعم اليوم هي المجامع الفقهية تمثل مدارس تضبط النظر في التشريعات كالمذاهب الفقهية فيما سبق، وهي اليوم بطريقة أوسع لأن المسائل أكثر وأكثر تفصيلا مما سبق. فتوجد اليوم المجامع الفقهية فيها متخصصون من الجانبين،
بمعنى الجانب الشرعي فقهاء ومفتون متخصصون على تخصصات متنوعة، وحسب النازلة إن كانت في الاقتصاد يوجد مثلا أناس متخصصون في الاقتصاد سواء من الذين يختصون بتقنين وكتابة قوانين الاقتصادية أو دراسة الاقتصاد بشكل عام. بهذا الاجتماع تحصل يعني الإجابة عن النوازل بمعنى المسائل المعاصرة المستجدة. نعم شيخ، الآن يعني الانتماءات، الآن قضية أيهما أفضل، أيهما أقرب، أيهما أضبط من المذاهب الفقهية الأربعة، هذا شافعي وهذا حنبلي وهذا، فهل هناك مذهب مقدم على مذهب؟ هل هناك مذهب أضعف من مذهب؟ الجواب أنه لا يوجد مذهب أفضل من غيره مطلقا. الأفضلية المطلقة هي في الشرع، في كتاب الله. هذا قول، يعني قول يكون يعتبر قولا واحدا ما فيه نقاش. لأنه لو 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 حصل إجماع مثلا من العلماء على أفضلية مذهب معين ما جاءت مثل هذه العبارات المتفق عليها عن عدد من العلماء، ومنهم ابن تيمية رحمه الله أنه قال اتفاق المذاهب الأربعة على قول ليس إجماعا بإجماع المسلمين. سبحان الله، اتفاقهم على قول ليس إجماعا بالإجماع. فإذا إذا اجتمعوا فكيف بالقول بأفضلية أحدهم؟ لا شك أن لكل مذهب فضلا في جانب معين. فجانب العبادات والمقادير الشرعية هذا له كفة مذهب الإمام مالك، لأنه لم يرحل من المدينة، والمدينة الديار التي توفي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقادير الشرعية للأمور أقرب وأعرف عندهم. مثلا مذهب الشافعي وعلاقة يعني الشافعي بمكة والمناسك، وكذلك رحمه الله مستوى العلم للإمام الشافعي من ناحية معرفته باللغة والأصول، هو المؤلف للرسالة الكتاب الذي في الأصول، وإن كان للأصول أصل تاريخي قبل كتاب الرسالة. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله مذهبه له أفضلية لمعرفته الواسعة جدا بأثار السلف والأسانيد، وحفظه الذي ليس له نظير من مع الأئمة الباقين من ناحية حفظه للسنة رحمه الله، فهو صاحب المسند العظيم، مسند الإمام أحمد، الذي بكل وضوح للوهلة الأولى يعرف مقدار الإمام أحمد مقارنة مع الأئمة الباقين الثلاثة في معرفته بالحديث. وهل يبنى الفقه إلا على قال الله وقال الرسول من حيث النص؟ لأن الأدلة الشرعية هي نص وعقل وواقع، نص صحيح وعقل صريح وواقع، وعقل صحيح وعقل صريح وواقع صريح. فإذا إذا وجد الأساس الشرعي المؤسس وهو النص، بعد ذلك يبدأ يعني يكون النظر في الواقع، دراسة المسائل. نعم شيخ، بالنسبة للعوام واختيارهم لمذهب معين، يقول لك يا أخوي أنا شافعي، فهل له الحق أن يقول أنا شافعي وهو عامي، أو أنا حنبلي، أو أنا مالكي؟ هو الآن يرجع هذا السؤال إلى تساؤل، هل يجوز الانتساب إلى مذهب؟ نعم. الجواب يجوز، لكن لا يجوز التعصب. وإذا قال العامي أنا شافعي أنا حنبلي، هو بالطبع ليس فقيها في هذا المذهب، لكن يقصد أنه تربى ربما في بلدة على هذا المذهب، أو يستفتي أهل هذا المذهب. لكن الفقه واسع، واجتماع المذاهب الأربعة يعني النظرة الشرعية بالنظرة الشاملة بالمذاهب الأربعة دائما تكون أفضل، لأن لكل مذهب جانب قوي فيه. ليس معنى مثلا أن المذهب الحنبلي فيه أفضلية المعرفة بالنصوص والآثار دائما سيكون الرأي المعتمد في المذهب الحنبلي هو الأصح، لا، كلا، هذا لا يقول بها أحد يعني من العلماء الكبار، بل ورد عن الصحابة والتابعين ما يبين أن عدم علم دارس الفقه، نقول الذي يدرس الشريعة ليس من عامة الناس، عدم علمه بالخلاف يبين أنه
ليس من أهل الفقه ولن يكون فقيها. فجاء عن عدد منهم كقتادة وغيره يقول من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه. الله. لم يشم أنفه الفقه. فإذا لابد من معرفة الخلاف ومعرفة نظر العلماء، لأن هذا يعطي صورة كلية وأقوى من النظرة من جانب معين. نعم. هل الخلاف يعد شيء إيجابي شيخ؟ الخلاف بين العلماء؟ هو أو الاختلاف بين العلماء؟ الاختلاف طبعا من حيث الأصل بين المؤمنين مذموم، ولا تنازعوا، نهينا عن التنازع والاختلاف. لكن إذا كان نقاش علمي مبني على دليل شرعي ليس للتعصب لفلان أو لمذهب، هذا طيب. وورد الكلام عن السلف في حسنه وأنه رحمة، لكن ليس كل خلاف معتبرا. فهناك خلاف أصلا يحكى على أنه خلاف والمسألة ما فيها خلاف. كم من نسمع أنه يقول لك مسألة فيها خلاف؟ مسألة ما تكون، إما المسألة بعض المرات ليس فيها خلاف. وثانيا هناك ناس من يظنون أنه أن هذا مهرب سهل لمن يريد أن يأخذ قولا ضعيفا أو شاذا، فيحثه الشيطان أن يستخدم مثل هذه المخارج فيقول لك مسألة فيها خلاف. والجواب على هذا، من قال أن إذا كانت المسألة فيها خلاف فيسوغ لك أن تأخذ بما تشاء؟ هذا لا يجوز بإجماع العلماء. يجب، يحكي الشاطبي وغيره، أن المسألة المختلف فيها يجب أن يؤخذ بالقول الصحيح فيها. وأيضا ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة يحكي إجماع العلماء على أن المسألة إذا اختلفت في أكثر من قول يجب أن يؤخذ بقول الأعلم، لا بقول من أنت تحبه أو لمسألة عاطفية. بدأت دكتور في بداية الحلقة، الفقه لا يبنى على عاطفة. جميل. الرأي الأصح هو الذي فيه راحة نفسية، وهو الذي فيه تيسير الله سبحانه وتعالى، وما خالف ذلك فهو الذي فيه عسر إما حالا أو مآلا. سبحان الله، سبحان الله. طيب استأذنك أيضا في فاصل قصير شيخ، لنعود إلى مسألة العاطفة واختيار الفتوى إذا كان هناك خلاف إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، ابقوا معنا مع برنامجكم منابر. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين مع برنامجكم منابر، ومعي فضيلة الشيخ أحمد بن جبر الدوسري الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك، حياك الله. أنا كان ودي بس أكمل اللي قطعناه قبل الفاصل في مسألة أن هناك خلاف، وبما أن في خلاف وهذا الرأي أقرب لمصلحتي، يعني في مصلحة لي، تمام، ولو أخذت بهذه الآراء المصلحة عندي تتوقف، فأنا أخذ بهذا الرأي دام أنه في خلاف. طيب، هو الآن عندنا كتلخيص عام للمسائل. نعم. المسائل ما طبيعتها من حيث الاختلاف وعدم الاختلاف؟ جميل. هناك أولا مسائل مجمع عليها، والمسائل المجمع عليها في الشرع أكثر بأضعاف مضاعفة من المسائل المختلف فيها، وهذا قد يكون جديدا على بعض الناس لكن معروف عند العلماء، لأن المسائل المجمع عليها، هناك مسائل مجمع عليها غير منصوص عليها معلومة. يعني العلماء في كتب الإجماع ينصون على الإجماع في المسائل التي ربما ورد فيها خلاف شاذ أو نحو ذلك، أو احتاج أو كان فيها بعض التفصيل، لكن الأصل أن المسائل هي مجمع عليها. يعني لن يحكي العالم يقول لك أجمع المسلمون على أن صلاة الظهر أربع ركعات، وأجمعوا على أن التكبير قبل الفاتحة، وأجمعوا على أن الفاتحة قبل الركوع، وأجمعوا على هذه المسائل لن تنتهي بهذه صحيح. الطريقة. فالمسائل مجمع عليها أكثر من المختلف فيها. فإذا ظن أحد كثرة المسائل المختلف فيها فهذا لكثرة مسائل الشرعية التي لا تنتهي، لأنها كثيرة، لأنها تستجيب لكل واقع. فإذا هذه المسائل المجمع عليها لا أشكال فيها، ويجب على الإنسان وجوبا أن يأخذ بها، لأن هذا إجماع حاصل متحقق، فلا يجوز الإنسان أن يشذ عن المسلمين ويتبع غير سبيل المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى، لا يجوز له أن يشذ عن سبيل المؤمنين.
نأتي عند مسائل مختلف فيها. هذه فيها عدد من الأمور، قلنا أن ليس كل خلاف معتبرا، فقد يكون أحد يحكي الخلاف والمسألة ليس فيها خلاف، وقد يكون فيها خلاف نعم لكن مثلا يقال مثلا مسألة فيها ستة أقوال وحاصل الستة أقوال تعود إلى قولين، فهذا يذمه العلماء، حتى ابن تيمية يقول من يفعل هذا ضيع الزمان ولم يحسن في هذا. فإذا هذا شيء، هذا الخلاف يعود إلى كم قول. بعض المرات الخلاف يعود مثل هذا المثال الذي ذكرته قبل قليل، يعود إلى قولين ويكون كل قول في جزئية معينة، فلا يكون في الحقيقة نعم هناك قولان لكن قول هذا في جزئية وهذا في جزئية، ففي الواقع تعود المسألة إلى أن هذه جزئية وهذه جزئية فليس هناك خلاف. فإذا فعلا وجدنا أن في نفس الجزئية قول مثلا اختلاف، أحد يقول بالحلوة أحد يقول بالحرمة، فبإجماع العلماء القول الصحيح منها واحد. بالإجماع القول الصحيح منها إذا كان الخلاف بين حلال وحرام، ليس فقط بين حلال وحرام، أي مسألة فيها أكثر من قول، نعم، القول الصحيح منها واحد بالإجماع، لأن عدم القول بذلك تناقض. أحد يقول حلال والآخر حرام وكلاهما صح، هذا تناقض في العقل، نعم، والواقع. فهذا أمر مجمع عليه أن القول الصحيح واحد وأنه هو الواجب أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، نعم. طيب الإنسان يأتي الآن كيف يعرف الحق، كيف يعرف الأصح في المسألة؟ باستفتاء أهل العلم، وأهل العلم على مراتب، إذا اختلفت أقوالهم يجب الأخذ بقول الأعلم، هذا أيضا عليه إجماع، هذه الحقيقة عليه إجماع أنه يجب القول بقول الأعلم، لا يأخذ بأي قول، لابد أن يعرف هذا القول من قال به، ما دليله، على الأقل لو كان من عامة الناس ما يعرف الدليل، على الأقل يأخذ بقول أعلى من العلماء. يعني هنا الآن عندنا مثلا في البلد لا يستفتي أي أحد، يستفتي أهل الفتوى، عندنا قسم الفتوى موجود يكلم أهل يعني هذا القسم، وفيه ناس من أهل الفتوى، إذا وجد أن الجواب مثلا اختلف عليه هنا يحتاج أن يذهب إلى قرينة ترجح له الأصح. هذا هو يعني موقف المسلم. شيخ استفتي قلبك، تقول له يا أخي روح اسأل، قال يا أخي ما فيها شيء، سألت من؟ قال استفتي قلبك، وأنا مرتاح لهذا الفعل وتوكلت على الله وسويته، هل هذا يعتبر دين؟ والله هذه المسألة فعلا تحتاج إلى تنبيه، لأن بعض الناس يعني يأخذ هذه الجزئية وهي جزئية من حديث والمحدثون تناقشوا فيه، ولا صح أنه لا يثبت، لا يصح الحديث نفسه. نعم، الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير بيّن أن فيه انقطاعا الرواة، حديث وابصة، فهذه نقطة أن الحديث لا يثبت على الأصح من كلام المحدثين. نقطة ثانية على القول بثبوته، فهو لا يلزم ترك استفتاء أهل العلم، لأن هذا يناقض القرآن ويناقض متفق عليه من الكلام. فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا إن كان الواجب علينا أن نسأل أهل الذكر من العلماء ويعني من يذكر فيهم من أهل العلم، فكيف يكون للإنسان أن يستفتي قلبه ويتركهم؟ هذا أبو خالد نحن نعلم أن الناس ما يفعلون في مجالات أخرى، إذا كان نسأل الله العافية عنده مشكلة مثلا في قلبه في جسده، لا يقول استفتي قلبي وأعمل عملية في البيت، يذهب إلى المكانة المتخصص ويسأل. طيب إذا جاء الأمر عند ما هو أعظم من مسائل الجسد وهو ما قامت به السماوات والأرض من دين، يتساهل فيه ويستفتي قلبه، ما يقبل هذا، مثل هذا لا يقبل، والواجب علينا يرجع إلى أهل العلم. مقولة حطها في رقبة عالم واطلع منها سالم. الله المستعان، ما يطلع منها سالم بهذه الطريقة، لأن السائل مسائل والمسؤول مسائل، لا إله إلا الله، يعني لا يبرر لنفسه بهذه الطريقة، لأن هذا مبرر غير معتبر شرعا. نعم، لو كان هو السائل غير مسائل يسأل أي حد لما قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر، أجعل المسألة مفتوحة اسأل أي حد. والواقع أن الإنسان إذا عنده مسألة مثلا في نجارة ما يسأل أصحاب
اختصاص آخر. نعم. يسأل أصحاب النجارة. صحيح. وكذلك إذا عندهم مسألة في طب يسأل أصحاب الطب وهكذا. لاجين للدين اسأل أي واحد. ما هو هذا الخطأ الذي نقول لا نعمم كل الناس لكن نعم. يوجد للأسف. نعم. نعم. شيخ لو تكلمنا عن القواعد الكلية ختاما. القواعد الكلية هذه قواعد كبرى تقوم عليها أو تتضمن آلافا من التشريعات الإسلامية تحتها، وهذا يرجع إلى جزئية تكلمنا عنها في بداية الحلقة وهي أن الشرع الإسلامي ليس فيه عشوائية، فيه انضباط، فيه قواعد، فيه ضوابط، فيه مقاصد، فيه أدلة جزئية، فيه أدلة كلية، فيه ضوابط للاستنباط، فيه ضوابط للتنزيل الحكم كأمر نظري إلى واقع تطبيقي. ربما يكون الحكم في بعض المرات صحيحا من حيث نظريا يتفق مع الأدلة ويتفق مع القواعد والضوابط، صحيح من حيث النظر، لكن إذا أردنا أن ننزل هذا الحكم على واقعة نعيشها نجد أننا يجب علينا أن ننظر إلى الحال وننظر إلى المآل. إذا قررنا هذا الحكم الشرعي ما المآل الذي سيحصل؟ إذا كان المآل يخالف المقاصد الشرعية والقواعد تبين أن لا، هذا الحكم بنفسه هكذا نظريا يحتاج أن نراعي إضافة عليه حتى يسلم الحكم من ناحية المآل في المستقبل. لهذه الطريقة يعني بهذه الطريقة من الدقة أن الحكم لا يكون فقط للآن حتى لاحقا، وهذا في كل المسائل، حتى المسائل المتعلقة التي تتعلق بالأمة من ناحية مثلا جوانب سياسية أو غيرها. الآن مثلا لو جاءت فتوى مثلا لإخواننا من فلسطين أنه يجوز لهم أن يخرجوا من المكان ويتركونها على سبيل المثال، نعم. ما مآل هذه المسألة من ناحية الواقع من ناحية الواقع اللي تجاه إخواننا وتجاه حالة الأمة وتأثير هذه القضية عليهم. لابد كل شيء يحسب، وهنا يأتي التعاضد ما بين السياسيين والفقهاء والمتخصصين بالقانون والاقتصاد حتى تأتي صورة متكاملة. والحمد لله الآن المجامع الفقهية الدولية تقوم بشكل طيب، وكذلك أهل العلم على هذه الطريقة. القواعد نذكر فقط القواعد الخمسة الكبرى، وإلا فهناك يعني أيضا ضوابط للأصول والمقاصد، لكن من القواعد عندنا الأمور بمقاصدها كقاعدة أولى لها علاقة بالمقصد مقاصد الأفعال. كذلك عندنا الضرر يزال، الضرر يزال بمعنى كل فعل فيه ضرر على الشخص أو ضرر للغير، يعني إما أن يضر نفسه أو يضر غيره، ممتنع في الشريعة. وكم من التشريعات الكثيرة التي تندرج تحت هذه القاعدة، أي شيء فيه ضرر. الآن مثلا العمليات التجميل على سبيل المثال، نعم. وعدد من المسائل لا تدخل يعني تتأثر بهذه القواعد، هل فيه ضرر أو لا يوجد ضرر. العلاجات، بعض العلاجات المعاصرة التي ربما تؤثر تأثيرا معينا، إذا كان فيها ضرر منعت، إذا لم يكن فيها ضرر منعت. وتحت هذه القاعدة قواعد فرعية، بمعنى إذا كانت في المسألة مصلحة وضرر، فمسألة التقليل يعني الأخذ بأقل الضررين مع أكثر المصلحتين، إذا صارت عندنا نأخذ بهذا ولا هذا. قواعد فرعية تحت كل قاعدة. عندنا المشقة تجلب التيسير، أن المشقة في الشريعة منتفية، أي شيء يسبب مشقة معتبرة شرعا يجب أن يزال. عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك، بمعنى اليقين هو المعتبر وأي شك طار عليه لا يؤخذ به، وهذا يعني كم يطبق اليوم في المحاكم في أي شك، سواء في النسب أو في الأبناء أو في المعاملات التجارية، اليقين هو المعتبر. أعطني مثال شيخي. هذا حتى في فقه الطهارة والعبادات، يعني نعم. الإنسان توضأ نعم. للظهر، وانشغل بعد الظهر من ملفات إلى آخره، شو أذن العصر لا يدري الآن هو هل أحدث أم لم يحدث.
لكن يتذكر آخر شيء أنه يتذكر في مخيلته أنه آخر شيء دخل دورة المياه وتوضأ وصلى الظهر، اليقين أنه على وضوء انتهى الموضوع. ولو صلى لا شيء عليه لأنه اليقين على وضوء. لكن لو كان تذكر أنه آخر شيء دخل دورة المياه ليس لغير وضوء، اليقين أنه على غير وضوء. هذا الذي، لأن في حديث المسعود فليتحرى الصواب، هو عليه أن يتحرى، والذي يصدر معه ويتذكره هو اليقين، وما ما طلع عليه من شك ينبغي أن يزال، لأن الشريعة لا تريد منا أن نكون مشككين وسواسين، ندخل في الوسواس، هذا ممنوع ممتنع ويجب أن يعالج شرعا، يجب أن يزال، لأن المطلوب شرعا أن يكون إنسان في سكينة واستقرار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث صحيح مسلم: أيها الناس عليكم السكينة، يكون الإنسان في سكينة واستقرار. أي شيء يدفع هذه السكينة الشريعة تشرع له ما يدفعه. الأمور التي تؤثر على اضطراب الإنسان من ناحية عقدية وخرافات وتعلق مثلا بالموتى أو غير ذلك تمنعه وتدفعه، كذلك حتى في أعمال اليومية، في تشريعات الزواج، في أنه لا بد أن يعني يكون هناك يقين، حتى يعني عافانا الله من مثلا قضايا التي يكون فيها مثلا زنا والعياذ بالله، تبنى على اليقين، يعني لابد من نظر الحالة. نعم يؤخذ بالقرائن، يعني القضاء يأخذون بالقرائن في أحوال، لكن هناك أحوال لابد من وجود اليقين قاطع حتى تدرى الحدود بالشبهات المعتبرة. من رحمة الله عز وجل. أي نعم، من رحمة الله عز وجل. آخر قاعدة: العرف حجة، وعبارة أخرى: العادة محكمة. وهذا كم يهتم به أهل التجارة، وكذلك حتى في اللباس يعني مؤثرة. الآن العرف، كثير من الأشياء مبنية على العرف، يعني مثلا أبو خالد رحت مع الأهل الله يحفظهم وأعطيته مثلا ما يسمونه بالعربون لشراء مقدم، مال مقدم لشراء شيء. بعد ذلك جاء لابن خالد الله يحفظه وقال: يبا ما نبغي هذا الشيء، غيرنا رأينا منه، رجع يا ابني هداك الله، خلاص أعطيناهم عربون. بتروح المحل وخالد بيقول لك العرف أن العربون ما يسترجع. صحيح. طيب هل هذا يعتبر شرعا أم لا يعتبر؟ جميل. في عندنا قاعدة العرف حجة، وعندنا في قانون المدني، القانون المدني في القطري، فيما أذكر المادة 223 أو أن مرت عليه هذه المادة. نعم. في يعني قصة مشابهة. نعم. فتقرر أن العربون لا يسترجع ما دام الخطأ ليس خطأ البضاعة مثلا أو إيه. نعم، ليس خطأ البائع. إذا كان فقط لهوى في المشتري فالعرف في السوق أن العربون هذا لا يسترد. سبحان الله. هذا مثال. وكذلك في اللباس، يعني أحد جاء يعني يلبس لباسا يخالف العرف، هذا له أحكام. يعني مثلا في المذهب الحنفي يرون أن من يصلي بدون طاقية وما يسمونها قلنسوة مكروهة، لذلك تجد كثير من البلدان الهند، باكستان، من عليه المذهب الحنفي، بعض مرات تركيا، لابد يلبس شيء عن رأسه. صحيح. وإلا ما يصلي بهذه الطريقة. طبعا جمهور الفقهاء المذاهب الثلاثة يرون أن هذا ليس فيه شيء، والمسألة أصلا لا تعود إلى نص في معين، إنما تعود إلى قاعدة العرف. العرف عندهم في زمانهم عيب، يرون العرف في، والعرف يختلف من مكان إلى آخر، يرون عندهم عيب أن يأتي الرجل حاسر الرأس فقط، هذه كل المسألة. فمن لا ليس عنده هذا العرف ليس عليه شيء. سبحان الله. فتح الله عليك فضيلة الشيخ أحمد على هذه الرسائل وهذه التوجيهات في باب الفقه وتعريفه وأصوله، جزاكم الله خير وزادكم الله من فضله. آمين. أحبتي الكرام، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.